أنشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوابة covid-19.cnss.ma التي خصصها للتصريح بالتوقف المؤقت للأجراء عن العمل. وفي هذا الصدد صرحت المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتوقف المؤقت لأجرائها عن العمل برسم شهر مارس قصد تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الجزافية المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والممولة من الصندوق المخصص لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي أنشئ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، مما نتج عنه الأداء الفعلي للتعويضات المستحقة للمستفيدين لشهر مارس 2020 عن طريق نمط التحويل البنكي أو الوضع رهن الإشارة بوكالات وفاكاش. وفي هذه الحالة تم إرسال رمز الأداء عبر الهاتف أو عن طريق البريد، وبذلك بات بإمكان الأجراء الذين لم يتوصلوا بالتعويض حتى الآن معرفة إن كان لهم الحق في التعويض وطريقة صرفه، إضافة إلى الحصول على رمز الأداء اللازم لصرف التعويض الموضوع رهن إشارتهم عن طريق إحدى الوسائل التالية. وبعد الحصول على رمز الأداء يتوجه المستفيد لإحدى وكالات وفاكاش مسحوبا بالبطاقة الوطنية.